خاص بالوحدة المركزية لتقنية المتفجرات. كما كتلاحظوا هذا الفضاء حاولنا نجهزوه بواحد مجموعة ديال التجهيزات والمعدات والوسائل اللي كنتوفروا عليها واللي وضعها المديرية العامة للأمن الوطني. رانا إشارة هاد المتخصصين من أجل تسهيل العمل ديالهم، واللي هو في الأصل عمل كيتسم بواحد النوع من الخطوة بحكم المواد ذات الطبيعة الخطيرة اللي كنتعاملوا معها، اللي كتكون مواد مشبوهة أو قابلة للانفجار. وكما كتلاحظوا من بين الوسائل اللي كنخدموا بهم بحال دابا هاد الغوبو هذا كيقدر يمشي واحد المسافة معينة، هو مجهز بواحد مجموعة ديال المعدات ولي زاكسيسوار، منهم دي كاميرا، منهم دي ديتكتور، منهم دي سكانير، اللي كيخليه أن التقني المتخصص وهو عن بعد كيعرف بزاف ديال المعلومات وكيدي المهمة ديالو وهو في مأمن. هاد الوسائل اللي كنهضروا عليها، هاد لي غوبو بطبيعة الحال هما كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي غوبو على حسب المهمة اللي كنبغيو نقوموا بها، كنقوموها بها بالغوبو اللي كيناسبها. وهادو بطبيعة الحال هما عبارة عن دي كونسول دو كوموند اللي من خلالهم كنتمكنوا أننا نتحكموا على هاد لي غوبو هادو ونرسلوهم يقوموا بواحد المهمة معينة. وبطبيعة الحال كما كتشوفوا فيها بزاف ديال لي زوبسيون كتخلي أنه الصورة والصوت والإيماج كلشي أنه يجي لعندك حتى لعندك بلا ما تضطر انك تقرب لهذاك الشيء اللي كيشكل خطر عليك. كذلك من بين الوسائل ديال العمل اللي كنتوفروا عليها هي هاد البدله ديال الحمايه، لا توني دو بروتيكسيون كنسميوها حنا لا توني دو ميناج، اللي هي الغرض منها هو ان التقني المتخصص في الوقت اللي كيضطر انه يدير واحد الاقتراب يعني كنسميوها حنا لابروش فيزيك لواحد لونجان او لواحد الشيء مشبوه كيلبس هاد لا توني هادي، اللي نورمالمون الغرض منها هو انها تحميه من الانفجار. غير بين قوسين المسألة ديال الحماية هي بطبيعة الحال مسألة نسبية اللي كيتحكموا فيها مجموعة ديال العوامل، منهم بالدرجة الأولى هو الكمية ديال المادة المتفجرة اللي كتكون، وبطبيعة الحال المسافة بينك وبين هذاك الشيء المشبوه. كل ما كانت المسافة قريبة، كل ما كانت الكمية ديال المادة المتفجرة كثيرة، كل ما كتكون الحماية نسبية. وبطبيعة الحال حنا كنستغلوا هذه المناسبة ديال الأبواب المفتوحة النسخة ديالها الثالثة بطبيعه الحال بحكم العدد الكبير ديال الناس اللي كيجيو يزورونا في هذا الفضاء هذا، وكنحاولوا ما امكن اننا نتواصلوا معاهم ونبلغوهم واحد الارشادات واحد نصائح ديال السلامه اللي كتبقى بطبيعه الحال على راسها، هو انه الانسان ما امكن يحاول يبتعد على الاشياء المشبوهه. اي شيء اللي كيكون متروك في الشارع العام او لا ما عندوش مولاه او لا مجهول الهويه، من الافضل ان الانسان يبتعد منه ويعطيه واحد المسافه ديال الامان وما يفكرش انه يحركه او لا يحله او لو يمانيبيولي باي وجه من الوجوه. الحاجه اللي يقدر يديه هو يعطي مسافه ديال الامان ويخبر الشرطه اللي بطبيعه الحال كتقوم بتطويق هذاك المكان وكتقوم بابعاد الناس من اجل السلامه ديالهم، ويتم بطبيعه الحال المنادات علينا على المتخصصين اللي كيقوموا بالواجب وكيعرفوا يتعاملوا مع هذا النوع ديال الاجسام. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من انفاس بريس.